هي مش بس الحقيقة مجرد دولة عربية بتشارك في البطولة، لكنها كمان بطل آسيا، وكمان هي الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم نسخة 2022. الكلام على المنتخب القطري الشهير طبعا بالعنابي. هيكون معنا واحد من نجومه السابقين طبعا، سيباستيان سوريا، طبعا نجم نادي العربي القطري ونجم المنتخب القطري. هيكون من خلال طبعا اللقاء من خلال تقنيه الفيديو كونفرنس. نشكره طبعا على مشاركته معنا في السادسه، واهلا وسهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. اهلا بكم ومساء الخير، شكرا جزيلا على هذه الدعوه، وأتأسف على المكان، ولكننا في مكان مع عائلتي، في مكان للجماهير مخصص للجماهير لمنتخب أوروغواي، ولهذا أنا أرتدي قميص منتخب أوروغواي، وأنا سعيد لأني أتشارك معكم هذه اللحظة. طيب خليني أتكلم الأول عن البلد المضيف لبطولة كأس العالم. بتشوف إزاي قدرة قطر واستعدادها على تنظيم البطولة؟ بدون أدنى شك الاستعدادات مهمة للغاية، والجميع ينتظر هذه البطولة وينتظر أمور كثيرة طيبة من هذه البطولة. وقطر كيف استعدت للبطولة والمونديال، ليس فقط على المستوى العالمي ولكن أيضا على المستوى العربي. أعتقد أن البطولة ستكون رائعة، والجميع سيأتي إلى قطر لكي يستمتع بمونديال جميل. هي يمكن مش بس عشان هي منتخب عربي، ومش بس عشان هي الدولة اللي بتستضيف البطولة، لكنها كمان بطل آسيا، وشاركت بالفعل في تصفيات أوروبا، وشاركت في بطولات كبيرة زي كوبا أمريكا. حظوظ وفرص المنتخب القطري في الذهاب بعيدا عن دور المجموعات من وجهة نظر سيباستيان سوريا. هناك جيل جديد من اللاعبين، جيل لقد استطاع أن يتوج بلقب آسيا، واكتسب خبرة أيضا من المنافسة في بطولة كوبا أمريكا وفي تصفيات أوروبا أيضا، وأعتقد أن هذه المشاركة ستمنحهم خبرة كبيرة وتنقلهم لمستوى آخر في كرة القدم. أعتقد أنهم استعدوا جيدا. أي نعم، البطولة قوية للغاية والمنتخبات كلها قوية، ولكني أعتقد أن منتخب قطر سيدخل البطولة بحافز كبير، وأعتقد أنه سيقدم بطولة كبيرة. ثلاث مواجهات بتفصل قطر عن التأهل للأدوار الإقصائية: مواجهة مع منتخب هولندا المدجج بنجوم على أعلى مستوى، مواجهة مع أقوى منتخب إفريقي في السنوات الأخيرة هو منتخب السنغال، ومنتخب الإكوادور. إزاي بتشوف الثلاث مواجهات، وتوقعاتك لمين المنتخبات صح اللي هياخدوا تذكرتين التأهل عن المجموعة الأولى؟ حقيقة الأمر أعتقد أن قطر تستطيع أنها تمر إلى الدور الثاني. نعم الأمر صعب، لأنك تتحدث عن منتخب السنغال الأفضل في أفريقيا، الإكوادور أيضا منتخب قوي وقدم تصفيات قوية، ومنتخب هولندا دائما مرشح للقب، ولهذا أعتقد هولندا ستتأهل بشكل مباشر، والمركز الثاني سيكون المنافسة بين السنغال وقطر والإكوادور. المباراة اللي ممكن تحسم التأهل، هل بترى أنها مباراة الافتتاح، فوز قطر على الإكوادور، ولا بترى أنها مواجهة قطر أمام السنغال؟ أعتقد أن المباراة الأولى ستكون هي المفتاح التأهل، لأنها أمام الإكوادور والمباراة الافتتاحية في البطولة، وفوز قطر بهذه النقاط الثلاث سيكون مهما للغاية. أعتقد أن منتخب قطر سيحاول الدفاع عن هذه النقاط الثلاث وأن يقدم أفضل ما لديه أمام السنغال وهولندا، ولكني أعتقد أن المفتاح وكلمة السر ستكون في المباراة الافتتاحية. بما أنك مثلت بالفعل منتخب قطر ولبست تيشرت المنتخب، ودلوقتي بتظهر معنا بتيشرت منتخب الأوروغواي صاحب التاريخ الكبير جدا في بطولة كأس العالم، قلبك هيكون مع مين في البطولة، ومين اللي هتشجعه، قطر ولا أوروغواي؟
الحقيقة أن قلبي سيكون سيباستيان. فقدنا الاتصال ولا لسه معانا؟ طيب بتكلم على القصة بتاعت منتخب قطر ومنتخب الأوروجواي، هل بتشوف انه يعني طبعا يهمني اعرف انت طبعا بحكم اصولك الأوروجوانية هتشجع مين، وشايف ازاي برضو فرص المنتخب الأوروجواياني؟ منتخب أوروغواي يمتلك حظوظ كبيرة لأنه فريق كبير ويمتلك لاعبين كبار بطبيعة الحال، وسيقدم مونديال كبير. حقيقة الأمر أنني سأكون مع منتخب أوروغواي لأن عائلتي وولدت في أوروغواي، ولكني أيضا أريد أيضا أن يتأهل منتخب قطر بكل تأكيد. أحترم هؤلاء الناس كثيرا ولما قدموا لي، وقلبي سيكون مع الاثنين، مع اوروجواي ومع قطر بطبيعه الحال. يعني اوروجواي يمكن بتخوض البطوله دي تحت شعار البحث عن المجد الضائع، بدايه يعني يمكن في بدايه البطوله من يعني من ثلاثينيات القرن الماضي كان لاوروجواي حضور كبير جدا. هل تتوقع انه الجيل ده، وخصوصا ان في كتير من الاسماء والنجوم يعني معدل اعمارها بقى كبير، هل تعتقد انه اوروجواي تمتلك فرصه على الاقل انها تروح لبعيد او توصل للمربع الذهبي في البطولة الحالية؟ أعتقد نعم أن أوروغواي تمتلك لاعبين كبار بطبيعة الحال، فريق قوي ولديه روح قتالية كبيرة. لا يمكن لأحد أن يرشح أحد، ولكني أستطيع أن أقول أن أوروغواي بالإمكانيات والفنيات التي تمتلكها من لاعبين والشغف وحب كرة القدم يستطيعوا أن يقدموا بطولة كبيرة ويذهبوا لأبعد مدى في البطولة. هناك كافاني، نعم هناك جيل جديد من اللاعبين الذين يقدمون مستويات رائعة، ولكني أعتقد بكل تأكيد أنهم سيستطيعون أن يمروا للدور التالي ويذهبوا لأبعد مدى في البطولة. مين المنتخبات اللي رشحها سيباستيان سوريا للمنافسة على اللقب؟ مين الأجهز من وجهة نظرك، ومين اللي عنده قدرة على أن يوصل لمباراة نهائية ويتوج باللقب؟ أعتقد أن البرازيل تمتلك مستوى كبير وقدمت مستوى كبير في التصفيات. الأرجنتين فازت بلقب كوبا أمريكا مؤخرا وستدخل البطولة بثقة كبيرة ولديها لاعبين كبار وعلى رأسهم بالطبع ليونيل ميسي، ولكني حسنا المونديال الماضي كان مفاجأة بفوز فرنسا باللقب، ولهذا أعتقد أن هذا المونديال أيضا قد يشهد مفاجأة. النسخة دي من كأس العالم ممكن تكون الأخيرة لعدد كبير من أهم الأسماء أو النجوم الموجودين حاليا، إزاي ده ممكن يكون بيمثل دافع لنجم زي ليو ميسي، لنجم زي كريستيانو رونالدو، لنجم زي كريم بنزيما، ومين فيهم من وجهة نظرك القادر على أن يساعد منتخبه على الوصول للقب؟ أعتقد أنه بدون أدنى شك كل هؤلاء اللاعبين يعلمون أنها الفرصة الأخيرة بالنسبة لهم للفوز بالمونديال. ليس هذا فقط، ولكنهم أيضا يمتلكون بالفعل الفرص الكبيرة للفوز باللقب، سواء بنزيما أو رونالدو أو ميسي. أعتقد أن الأرجنتين كما قلت لك لقد تأهلت بالفعل في مونديال 2014 وفازت بلقب كوبا أمريكا. الجميع يرشح البرازيل، ولكني أعتقد أن الأرجنتين سيكون لها دور كبير.
اسيا. وبالنسبه لهؤلاء اللاعبين الثلاثه ستكون نسخه خاصه بالطبع. مفهوم طبعا، يعني قناعاتك وقناعات العالم كله بقوه منتخب الارجنتين والبرازيل، لكن خلينا متفقين وهم دايما الحقيقه في كل نسخ كاس العالم من الفرق المرشحه للتتويج، لكن في اخر يمكن نسخ البطوله كانت الهيمنه والسيطره دايما للمنتخبات الاوروبيه. هل تتوقع ان هم يقدروا يكسروا الهيمنه دي في النسخه اللي جايه؟ هل شايف انه سكواد البرازيل سكواد الارجنتين قادر كتيم انه يكسر الهيمنه الاوروبيه على بطوله كاس العالم؟ اعتقد نعم انهم قادرين على ذلك. الارجنتين لديها بطولتين في كاس العالم، والبرازيل لديها 5 ألقاب، واوروغواي 2 لقبين. حقيقه في السنوات الاخيره لم تستطع هذه المنتخبات التتويج باللقب. الأرجنتين وصلت لنهائي 2014 وخسرت أمام ألمانيا، ولكنهم في الوقت الحالي أعتقد أنهم يقدمون مستويات كبيرة هذه المنتخبات، وأعتقد أنهم سيكون البرازيل أو الأرجنتين سيكون في النهائي وبفضل كرة القدم التي يقدمونها، ولكن بكل التأكيد المرشح للقب هو واضح بالنسبة لي. سيباستيان سوريا نجم المنتخب القطري والنادي العربي السابق، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق طبعا من قلوبنا لمنتخب قطر، وكل التوفيق أيضا طبعا المنتخب الأوروغواياني اللي بيضم عدد كبير جدا من الأسماء والنجوم. شكرا ليك على مشاركتك معنا في السادسة.